على اشتراككم ببرنامج. أنا لا ايه أنا وياك شنو؟ إيه بالضبط البرنامج المال المسابقات. عموما هي حالة صحية حتى ما أخذ وقت أكثر. حالة صحية في إبراز المنجز الشعبي على مدى القنوات العراقية والفضائيات، وأنا أتمنى لهم الموفقية بعملهم هذا في هذه القناة وفي خير القناة إن شاء الله. تسلم، دائما رأيك جميل وخفيف جدا، يمر مرور يعني أنت حمزة الحين. الله يخلي أخوتي. نسمع منك يا حسين. زرعنا دموعنا بحبكم كريستال، وعمينا عيوننا كانت فوانيس، وحبسنا هاتنا لحد قطع الانفاس، شلون ومن يفك سجن المحابيس، ذبحنا بليلكم مستحدثات، وزفينا المقابرنا عراريس، اختاضينا عليكم زعل عباس، وكسرنا اقلامنا صارت ترابيس، جرحتونا جرح ما يخفى وينام، وسوالفكم تفززنا دنابيس، يقص قلوبنا لو حبت النوب، وشطب اسماءنا من على الكراريس، من حق اشكك بالرسالات، شوف الصورة ملاك بهيئة ابليس، صغار على العطش والجوع صيام، يا عيد الزغير هلالك النطرة، ذبنا الصبر وهموم الايام، شطك زود واحنا بحاجة القطرة، أهز شباك بيتك واطلب مراد، الله جريح وصبن الدمعات بالحضرة، من تبعد علي حزن عاشور، ومن تقرب حبيب فرحة الزهرة، أصدقت ما تشذبت في اليوم وياك، وتشاذب حبيب الكاظم يسطره، الله قديمة حلوة والله، وداعتك يا نوري الدنيا بغيبتك مهجورة، زعلان النوارس منك وتسألني البلابل عنك، وين ام ضحكة المسحورة، الله والله ودعتك يا نور، الله الله صح لسانك. سلمة الأنامل اللي كتبت هذه القصيدة الحلوة، نسمع منك يا متألق. نسمع قديم جديد والله براحتك، المهم تكون انت مرتاح. نسمع اللي غنتها سيناء، كلمات استاذنا حمزه الحلفي، ظلمتوا بالوصف يا ريت. بالمناسبه انا هسه عندي مشروع اعاده الالحان اللي سويتها، وواحده من عتنا انا صورتها هسه، والله كبرنا بسرعه، غناها عبد فلك، سجلتها وصورتها بصوتي يعني بالتوفيق. انا هسه هذا اخر اعمالي، كلمات فرح حسون دراجة طبعا شاعر متالق، وان شاء الله المشروع يعني الاغنيه القادمه هي ظلمته بالوصف. موافق، لانه من الاغاني الجميله، ويعني هي وتغنت ايضا عربيا، اي يعني ارشيف اسويها يعني ارشيف خاص بي يعني حتى ما تروح. طبعا انا هيك قبل اغني اقول لحمزه الحلفي، اقول ما يكتب شعر يمطر قوافي، ظلمتوه بالوصف بس هي كافي. الله 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 الحني لك حبيبي قطبي، اشكرك حتى تقول مو شاعر، انا صار عم شاعر ونص. ظلمتوه بالوصف لما وصفتوه، حبيبي جد حلو بس ما نصفتوه، ظلمتو بالوصف لما وصفتو، حبيبي شقد حلو بس ما نصفتو، احس بروحي وبقلبي والعيون احلى من الحلو، لو ما تصدقون هاكمها يا عيني بيها شوفوا، ياخذوها يا عيني بيها شوفوا. احبيه الصدق لو راد يحكي، من ينحرج يرجف يضل يمشي، احبيه الصدق لو راد يحكي، من ينحرج يرجف يضل
يبكي دموع السيل ترفع وحس بالروح رتفة دموع السيل ترفع وحس بالروح رتفة أحس بروحي وبقلبي والعيون أحلى من الحلو لو ما صدقون ياخذوها يا عيني بيها شوفوا ياخذوها يا عيني بيها شوفوا من ضحكة شفاف الذوب الأحزان وبعيونه أشوف الدنيا ألوان من ضحكة شفاف الذوب الأحزان وبعيونه أشوف الدنيا ألوان أجمل ما شفت بي يخجل من نحاتي أجمل ما شفت بي يخجل من نحاتي أحس بروحي وبقلبي والعيون أحلى من الحلو ولو ما صدقون هاكمها يا عيني بيها شوفوا تخذوها يا عيني بيها شوفوا سلام روعة تسلم علاوي أفق لك أبو علاوي تسلمين تسلم تسلم كلمات حلوة وألحان أجمل وهذه تغنت من قبل فنان لا هي السيناء غنت لا لا الفكرة راحت الفكرة لا الفكرة راحت غناها علاء الزلزلي لطفي بوشناق بعدين أخذها اللبناني علاء الزلزلي بالضبط إيه هاي طيب خلينا أقرأ لكم الاس ام اس اللي وصلكم عن طريق الفيسبوك على الأكاونت مالتي الشخصي شهد الشماري خاصة وبس ما عندي أي واحد ثاني تحياتي ليونس خلف الجبوري يتمنى لكم كل التوفيق وأيضا الشاعر أثير المهداوي من سامراء تحياتي إليك يسلم عليك كثير ويقول تعلولة حلوة اليوم يا عمرو أثير يا عمرو تحياتي لسيف أيضا يوجه لكم تحية وسناء تحياتي إليك وأيضا الشاعر أحمد السهو تحياتي أحمد يسألك يقول وين الشعراء عن الزهيري هذا اللون الجميل ليش ماذا نسمع زهيري؟ لا اكو زهيري بس شنو الان موجة القصيدة الشبابية استطاعت ان تستحوذ على المنجز الشعري اللي يتفرع للأبوذية ومن الزهيري والدارمي ليش؟ لانه القنوات الان الفضائية عندما تستضيف شاعر لربما بس انت شهد الطالبين الضيوف بالأبوذية وغيرها لا الباقي ما يطالب أبوذية الأبوذية موجودة. حتى نحافظ على هذا الإرث. إيه موجودة هي والسيارة موجودة وأحلى كتاب للأبوذية الآن موجودين بالديوانية وبالناصرية وبالبصرة وبالمدينة وبالسماوة وبالرمادي. جميل. وبالكريت وبالموصل يعني. أبو جهاد يحيي الجميع ويقول يا ريت أريد منكم مساجلة بالأبوذيات لأن إحنا نحبها كلش سكون البحر. تسلم عليكم وتقول اهلا وسهلا بيكم بالضيوف منورين شكرا رمضان حسن العوض يسلم عليكم ويقول امسيه سعيده الشاعره رنين تبوني من الموصل سلامي لك رنين سلامي لك رنون تحياتنا لك يا ورده وان شاء الله تنورينا بحلقه من حلقاتنا وتحياتنا لنهى من امريكا تسلم عليكم احنا بنحبك هوايه اتصال الو عباس البيضاني مساء الخير مساء النور مساء الخير عليك يا مبدع يا في شهد مسيت العافية عليك يا عباس حياك الله الله يسلمك يا عمري مساء الخير والعافية على الشاعر المبدع والإعلامية الرائعة شهد الشمري شكرا ومساء الإحساس الجميل على المبدع الكبير حمزة الحلفي والمبدع حسين الشريفي والأصيل الفنان جمعة العربي تحياتنا لك يا عباس عباس شاعرنا الكبير والمتألق دائما من الشعلة اعتقد صح؟ ايه من الشعلة عباس نعم من الشعلة سلامي وتحياتي لكل اهلنا بالشعلة يا عباس ونسمع منك تسمع من عندنا الله يسلمك اسمعك ان شاء الله اقول جمالك غفلك يا شهد بالناس ومثل دقة جمالك ماكو كل دقة
عاير شلده وصفك يا شهد هاليوم تقديم الشهد رقه بوسط رقه. الله الله يا سلام. ويختار القلم شي يريد يكتب بيك. اذكر وجهك انا وتوقع الورقه الحلفي والشريفي وجمعه هاليوم منورين انت والشهودة بالحلقه. الله 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 عليك. زين حصلتنا وش وقت كتبتها؟ والله يعني من المتابعين الى دائما اينما تحل شهد الشمر المبدع احل مهمها في كل القنوات. ممنونه اني ممنونه اشكرك اني طبعا اوجه لك تحيه لك ولكل الناس اللي تبعت لي رسائل ومتواصله وياي على شبكات التواصل. انا كلش ممنونه من عندكم، ما اقدر اقدم لكم غير بس هذا البرنامج. ان شاء الله يا ربي يعجبكم. تحياتي لك ولكل اهلنا بالشعله. يلا شكرا لاتصالك. اذا نهى قلنا من امريكا ايضا تسلم عليكم. تحياتنا يا نهى. الشاعر ظاهر النعيمي يقول روعه ومنورين. عمر عموري تحياتي لك، وقصي الجبوري والشاعر حيدر العبودي وعباس الخفاجي وابراهيم الجبوري. حيدر تعرفه؟ حيدر يسلم عليكم. سلمي لي عليه وايد. الله يسلمك. ساهر السبعاوي تحياتي لك. و جليل جليل تحياتي لك يا جليل. وعلي تحياتي لك. والشاعر عماد مناضل تحياتي لك يقول اكيد الحلقه تخبل بوجود الشعراء وحضرتك، بس عندي سؤال سألته موضوع الزهيري جوابك استاذ حمزة. فهد الشمري تحياتي لك يا فهد يقول ايش عجب شهد تأخرتي ما استضافيتي حمزة الحلفي من البداية. يا صديقي هذه الحلقة الثالثة. لا انا كنت ما حاب اجي الا انت تكملين لي كم حلقة يعني. تسلم لي. هاي الحلقة الثالثة. فهد تحياتي لك. لمياء من السماوة تحياتي لك. يا لمياء وتحية لي. حاتم العراقي تحياتي لك. أبو سجاد الموصلي وتركي الخفاجي شاعرنا وشاعر سلام الناصر يسلم عليكم. أنا مدى أقرأ اللي دا يكتبوه اللي دا يكتبوه فتشي روعة ويعجز اللسان. أنا شاكرة بالنيابة عن الشعراء لأنه كلمات فعلا تستحقوها. يا رب إن شاء الله كفيت ووفيت. وتحياتي لي منتظر الأرجنتيني اللي دائما يهتم بقصائدنا وبمساجلات الشعراء. شكرا يا رضاوي لك واني ممتنه. وين نرجع؟ منو يقرانا؟ كيفكم؟ منو؟ على فكره اني مقله بالحوارات. ليش؟ لان اني دائما بالحلقه لما يكونون عندي ثلاثه نجوم حقيقه الحلقه تنظلم لان تروح بس الاسئله والناس تحب تسمع من عندكم. خلينا نختمها بمساجلات يعني بعد. يلا يا ريت نسمع مين اول شيء؟ حمزه الحلفي. يلا عندنا ايش قد عندنا وقت زيكو؟ خلص ايش قد؟ خلص ايش قد يا رجال؟ زين نلحق قصيده وبعدين ابو ذيات؟ نلحق. يلا يلا بس اقرا ابو ذيات؟ لا اقرا بعدين. اقرا قصيده مو طويله. اي اكيد مو طويله. احنا راح نقرا هاي القضيه. هاي طبعا دائما اكفد مشترك بيني وبين شهد. اي يقول أخاف من المخد. الله. بساعة الليل أحط راسي عليها وتبدي الهموم. حسباتي ثقيلة وتهدم الحيل وبعد يا عين عند الطاوع النوم. الله الله. بجفوني دمع ما يقبل يسيل. والحسبات تقعد بي وتقوم أنا اتطشرت بس ما حد يشيل. ياهو اللي يلمني يحطني بهدوم انا ببختك يا قلبي وعدك تخيل. هي مزنة مطر ما ظنت تدوم حبل غيوم عين متانية السيل. وذا تطلق مطر شذب الغيوم. الله. وذا تطلق مطر شذب الغيوم. الله الله صح لسانك. تسلميني يا عمر الله يخليك. عندي مقطوعة صغيرة. ايه قولي. يصير اخذ من وقتكم استاذ حسين؟ ايه انت لو توصلي لي 50 يمين توصلين يمين مو 50 يمين. يلا انت ليش ما تقعدين بمكان هنا بعد علي؟ لا نسمع منك. لا والله ما بالله ما راح اقرا. والله ما طب نسمع منك بعدين انا والحسين شكها ما اقدر.
احنا قلنا ما عندنا وقت ننطي للي يكرهنا، ليش؟ لان مشغولين بمن؟ حب اللي يحبونه. اكيد طبعا الاصبع عني مشغوله بعشق. ايه شيب النوارس بي. ايوه حكيكم ما يهمني ايش جاب وش وده، انا مفصله ورد للي يشبه الفراش، تشن غراب المن جايني ايش عندي؟ عقول باذنكم طبعا الضوجون. ايه عقول باذنكم طبعا الضوجون، المثلكم عيب ما يفهم حكي الوردة. أنا المنطيته ظهري قبال أبد ما يصير. أنا المنطيته ظهري قبال أبد ما يصير، واليوقف قبالي المستحى تردة. حكيكم شنت سمعة وكل ربط ما بي، واليمشي بحكيكم عقل ما عنده. يا سلام. واليحرق بروحه اليحرق بروحه قبالي حل انطي، تلفزيونه يقدر سهله لو سده. حلو حلو حلو. تسلم. الله يحلي ايامك. يلا ابو علي الكبير، بما انه على عيد الميلاد وكل الناس اللي عيد ميلادهم طبعا، بس اللي عيد ميلادهم يقول بحبك. بالمناسبه غناها جعفر الغزال وسمعوها الكثير. حلو. بحبك اريد احتفل والليله ارجع طفل، يا ابو شفايف عسل يا محلى هالليله. الله. الليل اريد اسعدك وعني العيون ابعدك، وبحضن اريد اخذك يا محلى هالليله. يا سلام. يحلى معاك السهر وتاخذ مكان القمر، الليله اسعد بشر نقضيها حب وغزل يا محلى هالليله. جبت الورد للورد واتمنى بس تنسعد، جبت الورد للورد واتمنى بس تنسعد، تستاهل اكثر بعد شهدي لك الليله. اتمنى بوسك انا بوسه وبطول السنه، اتمنى بوسك انا بوسه وبطول السنه، امنيتي يوم المنى ما تقضى هالليله. الليله الليله هاي بسنه، الليله هاي بسنه نقضيها انت وانا، حب وغنى وسلطنه ونغني هالليله. الجو حبيبي الك حتى القمر غازلك، الليله ما اجملك يا محلى هالليله يا محلى هالليله. الله الله. جميل. اتصال ولا يهمك. الو مصطفى. الو مصطفى الامير، حيا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا غالي والنوري؟ الله يسلمك يا اخوي العزيز مصطفى. من وين تتصل؟ من بغداد. يا هلا بيك بكل اهلنا ببغداد. النوري اليوم الحلقه دي سعراء النجوم العمالقه اللي هم. الله يخليك يسمعوك. حياتي لهم. الله يخليك حبيبي. يسمعوك نجومنا. مصطفى ايش تطلب؟ ايش تسمعنا؟ ايش عندك؟ تحياتي استاذ حمزه الحلفي. حبيبي حسين الشريفي. حبيبي مصطفى تسلم تسلم. بعد شو وصل يمك؟ تحياتنا لك صوفي، وحلوه هاي صوفي. تحياتنا لك يا مصطفى. شاكرين اتصالك. وحسين الشريفي. نعم. ابو غازلني غازلني. نعم. لي نوال الزغبي. نعم. شنو هالاحساس؟ الله يسلمك. تصدق بدون مجامله قسم بالله هاي الاغنيه حبيتها من اجمل ما غنت نوال. الله يسلمك. الله يسلمك. يعني تخيل لبنانيه وتغني عراقي. انا ودولي ودولي حاتم ودالي ما كاتبين هناك عن، يعني يقول هي مو في الصعوبه، هي مفردات بسيطه جميله يكتبها اي شاعر عراقي، لان مثل ما قال ابو علاء الشعراء مبدعين، والحان الاغنيه العراقيه بالصداره حقيقه. بالضبط. تقول بعد ما قدموا لي اعمال كثيره في عرب، من تقصد الخلايجه. نعم. تقول ما عجبني اي كلام يعني. وما وصلنا هذا الاحساس من حيث اللحن والمفرده. يعني القريبه علي انا هاي انا غنيتها. وما مغنيه اي لغه غير اللبناني. وتعتز بها وتحكي ذاك اليوم عنها، وقدمت شكر إلي ولحاتم العراقي واشادت بالاغنيه العراقيه. تستاهلون. وهذا شيء بسيط يعني احنا نقدمه، ومثل ما قال احنا قدمنا الفنانين عرب هنا، والحمد لله احنا انفتحت بعد هاي الفضائيات اللي انفتحت
وهاي التواصل الاجتماعي من خلال التواصل الاجتماعي قدرنا نوصل للعالم هناك، وأبو علاء أعمال كثيرة وحمزة الحلفي كذلك، يعني هذول الشعراء اللي شعراءنا اللي لو كان هناك في الملعب ممكن كان سووا الهواين فعلا. والحمد لله وقدرنا نوصل. الله يخليك يا أبو علاوي. أبو حمودي وصلتك تحية من الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، من راشد. تحياتنا، يقول أخاف من المخدة. هذه القصيدة هواية أحبها وقاعد نتابعك إحنا والأهل. تحياتي لك يا راشد، وتحية لي تحياتي أنا لمدامتك والعائلتك. أكيد تحياتنا لعبودي. أنا قبل الحلقة لأنه نوهت بالفيسبوك كل الضيوف كذا وكذا فنسيت، قال أمانة تسلمينا عليه ويخاف من المخدة. قريتها أنا أي سمعناها ووصلت تحياتك يا راشد. قريت الغزالي يسجل لنا، هذا أنه واحد بالفيسبوك اسمه أحمد الغزالي يمكن أحمد يسجل هاي القصائد، ومنتظر الأرجنتيني أيضا يسجل. ومنتظر ولا مسجل ولا أمر ولا شفت. بلي بلي اليوم اليوم راح يلا منتظر. وينك عم منتظر البطل وسنان ومحمد الحقبائي. هواية هواية أصدقاء، إحنا نعجز وشاكرين لكم ولمتابعتكم، هذا حبكم يسوى يمكن الدنيا كلها صح بالنسبة لنا. وانتظرتي القلب ما يوم ضرت وانتظرتي ويا روحي قص صبرتي انتظرتي وانتظرتي الزمن كان صار عمتي وانتظرتي وانتظرتي تقابلت وزرعت الضيم بي. يا سلام الله يا سلام على جيدك على جيدك ينام الذهب والماس والماس ومشي تريم لك عن قصد والماس والماس يكونان أشم الشعر والمس والمس من نجيسك خاف تتبدى علي. الله الله عقله بيوم شافت شت مني شت مني عقله بيوم شافت شت مني إلك خادمي حلو شت مني شفافك من بستن شت مني هالموت ويسبن والدي. الله شاركنا جمعة حتى اللي من ذاكرتك اللي لك اللي لغيرك اللي يستوقفك. يلا يقول وداري وداري أبار العين بغيابك وداري وداري ومحد يعرف البي وداري دارك بالقلب أنت وداري وداري بجزيرة وما يمر واحد عليه. الله الله لساني بعد دامكم بديتوها بغزل لساني العثراني وياك زلزال زل زل لساني العثراني وياك زلزال بكيت وعيني مطرت ماي زلزال زلزال نظرتك صافية النظرات زلزال زلزال الكواكب تاخذ لحسنك تحية. الله الله سلام كنت أركض ركض واحترق كنت أركض ركض واحترق لحماك ويا ما تقطعت ويا ما تقطعت وبكفي لحماك إلي حصة أخو من بعض. الله لحماك لو انها بنذل ما ينبع علي. الله الله ايه ادري اعرف كل اللي يحب مثلي يا بسانه كل اللي يحب مثلي يا بسانه بسانه مثل عود القرنفل يا بسانه يا بسانه من حط شفت على خدك او يا بوسانه اورد والشباب يرد لي. يا سلام الله الله رتبات بالحديقه تختلف عن ام الجناسين لل يلا براحتك اوكي. يقول يجن قوه طلايبكم وناحاي يجن ويجن كل من نظر شخصي فيه وناحاي ويجن الليل ويجلجل وناحاي حرام ان كان طبق جفن الليل. الله الله خنتني وجاي تسالني شرايج ايوه خنتني وجاي تسالني يا سلام شرايج وكنا بضحكه وبدمعه شرايج شرايج بروح تقابلن خمسة شرايج شرايج الفقيرة اللي بيها نصبع تطق بي وحق وحق عينك وحق جفنك ورمشاك ورمشاك وحق عينك وحق جفنك ورمشاك ظل طول العمر أمشي ورمشاك ورمشاك عد بالقلب منك ورم شاك يهيد الورم لو مريت بي. الله الله, الله. إلك يا المبعد على العين وصيت
إلك يا المبعدة على الروح وصيت ذمة برقبة الطيبين وصيت وصيت أدور لمة الأحباب أدور لمة الخوان وصيت ما غمض العين إلا تمر علي الله الله اسمع منك أبو علي شهد وعسل وحسين وياها جمعة زين شهد وعسل وحسين وياها جمعة وياها جمعة وشارك يا حمزة اليوم لازم نسمع الله 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 أموت على الرجال يا سلام ملحن وشاعر ومطرب ومقدم برامج ومعيد وصحفي ولاعب طوبة كذ جمدتك وغبش بالصالحية آخر بارت فاصل قصير حبايبي أبد لا تروحون بعيد لا تغيرون المحطة نرجع لكم